سوهان، أنا خلصت شغلي. يلا أنت جهزي حالك قبل ما يرجع. اتفقنا؟ شيرين روحي ولا تخلي جسور يجي. سوهان، لك شو هالحكي هاد؟ ما فيني امنعه يجي. وبعدين امبارح انت يلي قلتي له يجي. تعا ولا تجي واكذب علي. شيرين بلا ما امو فحسك، يلا اطلعي لبرا. انت اللي بتموني. رح روح. لكي هلا انا بزمك مزرعة على مدار اغلو، يعني ما بتقدري تلمسي ولا شعرة مني. يا ترى شو بدها هي؟ سوهان افهمي شو بدها. صار يلي صار ومشي الحال. خدي لشوف، قولي لها مشغولة. تفضلي عادلة خانم، أنا شيرين. شيرين، بس كنت حابة أحكي مع سوهان شوي. بصراحة هي مشغولة شوي. هي بمزرعة جسور على مدار؟ لا، هي باسطنبول. أنا كنت حابة حكيها بموضوع مهم كتير بسيطة. مو مشكلة، طالما الموضوع مهم بس تفضب خبرها. ماشي. عادي لخانم، ليك طلعت من الحمام وجاي لهون، تفضل احكي معه. يلا. ألو. نعم عادي لخانم. سوهان، بعرف إنه أنت مزعجة كتير مني ومن أبوكي. أنا بتقبل كل شيء وبعتذر منك لأنه صارت القصة وأنت ما عندك علم بشي. بابا وضح لي القصة لهيك، ما في داعي تعتذري عن شي أبداً عادي لخانم. ونحن لازم نفرح لأنه على الأقل في حدا قدر يخلي وش بابا يضحك. بعرف أنك مزعوجة منه أكتر صحيح. مني بس مزعوجة، بس هالشي بيضل بيني وبين أبي بس، يعني أنت ما في إلك دخل. هالقصة كلها أنه قرار مجلس الإدارة النهائي كان مو مثل ما بده، فلهيك بابا راح وتجوزك. فكري، ليش لا يستنى كل هالسنين ليتزوجك؟ يا خانم، بابا تزوجك بس لحتى يعاقبنا لأنه أنا وأخي صوتنا ضده. بس اللي بدي أعرفه، يعني كيف بابا فسر لك سرعته بالزواج منك؟ ولا أنت ما بتفرق معك، والمهم إنك صرتي مرت حسين كورلو داغو. هي القصة بحد ذاتها نصر لإلك. سكرت. يعني طالما مو قدرانة تواجه هالموضوع، ليش هي لحتى تتصل ما فكرت بهي القصة؟ صح كلامي؟ اي صح طبعا. خير، ليش قلتيها وانتي هيك حزينة؟ يعني انا شو بدي اقول سوهان؟ شو ما كان يكون هي هلأ صارت مرته. اي وشو يعني شيرين؟ انا ما بيهمني ابدا ومستعدة احكي بوشها للخانم. ما عندي شك بهذا الموضوع. Thank you.